السلام عليكم ودابا غادي نكملو ان شاء الله مع لي ستركتور الجبريك. بعد ما كنا هضرنا على لي زانو ولي بروبريتي ديال لي زانو ودرنا لو كالكول دون زان نانو، دابا ان شاء الله غنهضروا على لي سو زانو كما كنا هضرنا ديجا على لي سو جروب. الوغ سوا ا افيك دو لوا اللي هو لاديسيون اي لا ملتيبليكاسيون يعني بلوس و في. دونك ان نانو كيدير بطبيعة الحال ملي كنقصد انو يعني قصدت بها راها اونيتير، لان قلت كاين في بعض المراجع في التعريف اللي كنت درتو في واحد الفيديو ديال لانو راني درت التعريف ديالها. كاين شي مره كيكتبوا في بعض المرات كيكتبوا انو اونيتير، هو داك التعريف اللي كنت درتو في داك لا فيديو صافي. دونك انا كتبت ان نانو اونيتير، كاين اللي كيكتبوا له انو اونيتير وانا كتبت غير انو. دونك ملي كنقصد انو كنقصد بان هاد لا ملتيبليكاسيون يعني ا ادمي ان اليمون نوتر بور لا ملتيبليكاسيون اللي كنرمزو له بهذا. هذا هو اليمون نوتر بور لا ملتيبليكاسيون. كما قلت كاين بعض لي ريفيرونس فوقاش كيقولوا ا ادمي ان اليمون نوتر بور لا ملتيبليكاسيون، حتى كيكتبوا انو اونيتير صافي. دونك انا دونك سوا ا بلس في ان نانو اي بي ابارتيان ا بي دو ا، سا فو دير اون بارتي دو ا. alors on dit que b est un sous anneau. فوقاش كنقولوا لا بي ان سوز انو دو ا سي اي سولمون سي. دونك خصني 3 ديال لي كونديسيون عقل مزيان، 3 ديال الشروط. اول حاجه خصها تكون بي est un sous-groupe ديال هاد لو جروب اديتيف صافي. خصها تكون بي ان سوغروب ديال اش ديال ا، ولا لوا اللي هو لاديسيون. لاقاش كنعرفو لاديسيون ا est un groupe pour l'addition صافي مزيان. دونك خصها تكون ان سوغروب دو ا بلس. الشرط الثاني pour tout x y appartient à b carré si يكون عندي x fois y appartient à b. ça veut dire que b est stable pour la multiplication. شرط ثالث l'élément neutre pour la multiplication اللي كنرمزو له بواحد a ولا كتسمى l'élément unité appartient à b. دونك هادو هما لي 3 كونديسيون. دابا نترجموهم كيفاش غادي نمونطري هادشي كامل. ندير يو كافي في التمارين نقدر نستخدم هاد الطريقه هادي. اول حاجه باش نمونطريو b est un sous-groupe، اول حاجه خصها تكون b. كنعقلو باش نمونطريو ان سوغروب، الا تفكرتو انا نكتب هنا كنقولو بصفه عامه عندي بصفة عامة كنا دايرين جي إطوال أن جروب، وعندي أ واحد لابارتي ديال جي. كنقولو بلي أ مثلا ولا نديرو أش، أش إت أن سو جروب دو جي. شنو خصو يكون عندي؟ خصو يكون عندي أش نون فيد إلا تفكرتو. ودرنا واحد الشرط قلنا بوغ تو إكس إيكغيك أبارتي أ أش كاري، قلنا إكس إطوال إيكغيك موان زان تاهو خصو يكون كينتمي لأش. عرفتو كنا درنا دو ميثود، أنا كنت درت الميثود الأولى وهذه الميثود الثانية. رجعو الفيديو ديال سو جروب. دونك غادي نبين لي ميثود باش نمونطري سو جروب. ألوغ غادي نترجمو. دونك أنا لابارتي ديالي سميتها بي، باش تكون بي أن سو جروب ديال أ بلس خصها تكون بي نون فيد صافي. وأصلا لاحظتو معايا مزيان شنو كتبنا، كتبنا ليليمون نوتر أبارتي أ بي. إلا كان ليليمون نوتر أبارتي أ بي سافو دير بي نون فيد، دونك لا داعي باش نكتب أنا هنا بي نون فيد. الشرط الثاني pour tout x y appartient à h carré. دونك شنو غادي نكتب هنا pour tout x y appartient à b carré. خص يكون عندي x إطوال، شكون هو إطوال دابا؟ هو لاديسيون. y موان زان، شنو هو y موان زان؟ هو لو سيميتريك ديال y. حنا كنعرفو مني كيكون لا لوا هو الزائد، لو سيميتريك ديال x عوض ما نسميه x موان زان كنديرو لو موان x. الوغ شنو هو موان x؟ هو لو سيميتريك دو اكس بور لاديسيون. اذا بلا ما ندير بلا ما نكتب يعني ايغريك موان زا غادي نكتب موان ايغريك، هذا خصو يكون كينتمي لبي صافي. دونك بور تو اكس ايغريك ابارتيان ا بي كاري اكس موان ايغريك. شنو هي موان ايغريك؟ سافو دير لوبوزي ديال ايغريك ولا لو سيميتريك دو ايغريك ابارتيان ا بي. الشرط الثاني نفسو غادي نعاود نكتبو بور تو اكس ايغريك ابارتيان ا بي كاري on a x fois y appartient à b. Au short tellet, 1 de a appartient à b. Alors, je vais montrer b en sous-anneau, c'est de montrer les lettres. Ça fait, c'est de montrer pour tout x, y appartient à b carré, on a x moins y appartient à b. Pour tout x, y appartient à b carré, x fois y appartient à b. Ou a, quand ça mis b. Ou a, il a montré ça, donc il a montré ça. Ou a, ça fait. Et maintenant, un sous-anneau. Donc, allez, on va faire un mitel. غادي ناخذ لانو ديالي هي لونسومبل ار
بالاديسيون وبلا ميتيبليكاسيون. هادي عندنا نو وغادي ناخذ واحد لا بارتي ا ياك ونمونطري بانها ان سوزانو واحد لونسوم نسميها انا غادي نكتب بحال هكا كتكتب على هاد الشكل ا هي لونسوم ديال ا بلس بي راسين 2 تيل كو ا لو كوبل ا بي ابارتيان ا زد كاري. اول حاجه بغينا نمونطريو بلي ا ان سوزانو ديال ار. اول حاجه باش تكون سوزانو بعدا خصها تكون اون بارتي هاد ا خصها تكون بعدا اون بارتي دو ار. اصلا ا بلس بي جي درجوج راه كينتمي لار صافي. دونك شنو غنكتبو؟ قلنا ا اون بارتي دو ار. دونك ما كاينش مشكل اون بارتي دو ار. دابا نمونطريو هاد لا بارتي بانها ان سوزانو. اول حاجه قلنا نمونطريو ثلاثة ديال الحوايج هما هادو. انا غادي نبدا بهذا نمونطري بلي ليليمون نوتر بور لا ميتيبليكاسيون ابارتيان بي. هادو لا ميتيبليكاسيون اللي كنعرفوها كاملين في ار وهادي الزائد اللي كنعرفو في ار معروف. شكون هو العنصر او ليليمون نوتر ديال ار بالنسبة لا ميتيبليكاسيون؟ راه هو الواحد هو العنصر المحايد وبالنسبة للجمع شكون هو العنصر المحايد؟ هو الزيرو معروف صافي. الوغ خصني نمونطري بان الواحد كينتمي لا. باش يكون واحد كينتمي لا خصو يتكتب على هاد الشكل. دونك باش نكتبو على هاد الشكل انا كنعرف بان ا و بي كينتميو لزيد شحال خصني نعطي ل ا؟ غادي نعطي ل ا واحد وغادي نعطي ل بي زيرو. الى عطيت بي زيرو غتجيني زيرو في جدر جوج هي زيرو و ا هي واحد دونك هو واحد صافي. دونك قلنا واحد شنو كيساوي؟ نقدر نكتبو هاد الشكل واحد بلوس زيرو جدر جوج. انا كتبتو على هاد الشكل هذا اي باش يكون واحد كينتمي ل ا خصو يتكتب على هاد الشكل. انا كتبتو على هاد الشكل وبحيث هادو خصو يكونوا كينتميو للزيد. اصلا الواحد والزيرو كينتمي لها هي طيب الواحد والزيرو راه كينتمي للزيد كاري. دونك واحد كينتمي ل ا. انا نسميه واحد ار صافي باش نمشيو معنا نوطاسيون. واحد ار هو واحد صافي. دونك واحد ار كينتمي ل ا. دونك شنو كيعني هذا؟ ا راه نون فيد خلاص اي انا زدت هادي وصافي. دونك انا هذا هو الهدف ديالي هو مونطريت ان ليليمون نوتر ابارتيان ا بي. دونك مزيان دابا شنو غادي ندير؟ غادي ناخد دو اليمون دونك سوا ان كوبل اكس ايغريك ابارتيان ا كافي صافي. وخصني نمونطري بلي اكس موا ايغريك حتى هو كينتمي الوغ اكس موا ايغريك. بما ان اكس ابارتي ا سافو دير ايل اكزيست كاين واحد لو كوبل ا بي كينتمي للزيد كاري تيل كو اكس كتساوي ا بلس بي غاسين دو دو صافي مزيان اتفقنا على هادي. دونك مادام اكس كينتمي ل ا كاين واحد ا بي كينتمي للزيد كاري بحيث اكس هو ا زائد بي في جدر جوج. وعندنا حتى ايغريك كينتمي ل ا. دونك شنو كاين هنا؟ إل إكزيست أن كوب نسميه أ بريم بي بريم أبارتيان أ زد كاري تيل كو إيكغيك إيكال أ بريم بلوس بي بريم غاسين دو دو. دابا شنو غادي نمونطري؟ خصني نمونطري إكس موان إيكغيك كينتمي يعني كينتمي حتى هو ل أ. إكس موان إيكغيك ناقص إيكغيك هو لو سيميتريك ديال إيكغيك بالنسبة للزائد. هو ناقص إيكغيك اللي كنعرفو عادي بحال دابا خمسة سيميتريك ديال هي ناقص خمسة. دونك شنو كتساوي؟ إكس باش غادي نعوضها؟ غادي نعوضها بهادي أ بلوس بي غاسين دو دو ناقص إيكغيك غادي ندخلو عليها الناقص. دونك ناقص أ بريم ناقص بي بريم كنخدم القواعد العاديين اللي كنعرفوهم في إر. دونك نجيب أ بريم حدا أ أ موا أ بريم هي أونتر بارونتيز وهنا نعمل بجدر جوج زائد بي ناقص بي بريم فوا غاسين دو دو صافي. الوغ ا كينتمي للزيد و ا بريم كينتمي للزيد صافي. الوغ هاني حاولت نكتبوها خصني نكتبو بحال الشكل هذا يكون ا زائد بي في جدر جوج وهادو كينتميو للزيد. دونك اكس موان ايكغيك كتبتو على داك الشكل. هذا واش كينتمي للزيد؟ وي لان ا كينتمي للزيد و ا بريم كينتمي للزيد صافي و بي كينتمي للزيد و بي بريم كينتمي للزيد. دونك هادو بجوج بيهم كينتمي للزيد. اون ا موان ا بريم ابارتيان ا زيد اي بي موان بي بريم حتى هو ابارتيان ا زيد. دونك اوتوماتيكمون شنو كاين؟ دونك اكس موان ايكغيك ابارتيان ا زيد. ها هاني هاتي خرجتها. دونك دابا غنعمم
dans quel que soit x, y appartient à z carré, on a x moins y appartient à z. Ça fait après la dernière, le montrer au drap d'hier, c'est quoi qui est mis z, c'est montrer que pour tout x, y appartient à a carré, la fois c'est le drap d'hier qui est mis là. دونك نفشي بلا ما نعاود نكتب الي اكزيست داكشي دونك نكمل على داكشي الاول دونك غادي ندير اكس فوا ايكغيك ديجا كتبت اكس و ايكغيك شكون هو اكس هو ا بلس بي راسين دو 2 و ايكغيك هو ا بريم بلس بي بريم راسين دو 2 غادي ننشر عادي دونك هي ا فوا ا بريم زائد ا بي بريم راسين دو 2 بلس ا بريم بي راسين دو 2 بلس بي بي بريم راسين عفوا نضربها في جوج هنايا جوج دونك زائد دونك اللي ما فيهمش الجذر غادي نجمعهم بوحدهم هما هادو دونك ا بريم بلس 2 بي بي بريم مزيان وهادو اللي فيهم راسين 2 غادي نعمل ا بي بريم بلس ا بريم بي راسين 2 هذا هو اكس فوا اي شو كتلاحظوا هذا كله راه كينتمي للزيت قلنا A prime plus 2 B B prime هذا كله كينتمي Z parce que A كينتمي Z A prime كينتمي Z وحتى B و B prime et حتى A B prime plus A prime B حتى هو appartient à Z donc madame juge كينتمي au Z شنو كيعني هذا donc X Y اللي هو هذا كامل حتى هو كينتمي Z donc X Y appartient mais en français pas ماشي Z كينتمي لأ دابا غنجينيراليزي دونك كيل كو سوا إكس إيكغيك أبارتيان أ أ كاري أون إكس فوا إيكغيك أبارتيان أ دونك حنا مونطرينا على لي كونديسيون بتلاتة برهنا على هادو بتلاتة شنو كيعني هدا كيعني بلي لابارتي أ إتان سوزانو دونك فينالمون شنو غادي نقول دونك أ إتان sous-anneau d'Yelmen d'Yelano li hiya R plus phi. Wa hadi at-tariqa bach nmouri li raha sous-anneau.